لا يزال التصعيد العسكري هو سيد الموقف ضمن المنطقة العازلة شمال غرب سوريا مع دخوله يومه 28. المعارك وعمليات القصف الجوي العنيف تحصد بشكل يومي المزيد من الأرواح ويدفع المدنيون فاتورة باهظة الثمن من جرائها. 18 مدنياً على الأقل، بينهم 6 أطفال، فقدوا حياتهم في مجزرة ارتكبتها قوات النظام السوري في مدينة أريحة التابعة لإدلب شمال غرب البلاد، وفقاً لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان. ولا يكاد يمر يوم دون أن يكون هناك ضحايا في صفوف المدنيين. وتزامناً مع عمليات القصف الجوي العنيف الذي تشنه قوات النظام السوري، استقدمت القوات الروسية تعزيزات عسكرية إلى مدينة تل رفعت خلال الأيام القليلة الفائتة، تضمنت جنوداً وآليات ثقيلة ومعدات لوجستية وعسكرية. استخدام التعزيزات العسكرية ترافق مع إنشاء 3 نقاط عسكرية جديدة للقوات الروسية في المدينة، بالإضافة إلى إرسال تعزيزات إلى نقاطها في قرية كشتعار بريف حلب الشمالي. وبينما تتواصل المعارك بين قوات النظام السوري والفصائل المسلحة على أكثر من جبهة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات النظام تصدت لهجوم واسع شنته هيئة تحرير الشام الإرهابية على مواقعها شمال محافظة حماة، وقتل على أثر ذلك حوالي 100 عنصر من الهيئة الإرهابية. ووفقاً لمدير قاعدة حميميم العسكرية الروسية اللواء فيكتور كوبتشيشين، فإن حوالي 450 عنصراً من الهيئة مدججين بأسلحة وآليات عسكرية ثقيلة شنوا هجوماً على مواقع قوات النظام في بلدة كفر نبودة شمال محافظة حماة انطلاقاً من محورين وبشكل متزامن، لكن الأخيرة أحبطت الهجوم عقب معارك عنيفة تكبدت فيها الهيئة الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.